رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، وما زلنا معاكم وبيت الهنا لكل عروسين. رجعنا معاكم او وصلنا معاكم لفقرتنا التاليه، وزي ما نوهنا عنها فقرتنا دايما خاصه بتجميل البشره. هنتكلم النهارده مع خبير التجميل ولكن متميزه جدا، هتقول لنا اهم الماسكات المفيده لبشرتنا. نبتدي او نبدا امتى من عمر قد ايه علشان بشرتنا ما تمرش بوقت يكون فيها جفاف او خطوط او اي مشكلات ممكن نكون احنا اهملنا فيها ونبتدي متاخر؟ هنشوف البدايه هتكون امتى، هنشوف ايه اهم الماسكات ومكوناتها، هنشوف كمان بعد الماسكات ميك اب مهم جدا للسهره. هيكون معانا خبير التجميل بسمه ابراهيم. اهلا بيكي يا بسمه. اهلا بيكي. وهيكون معايا المودلز نهى. اهلا بيكي يا نهى. اهلا بيكي بسمه. يعني قبل ما نبتدي نعمل ماسكات ونعمل بقى اللي احنا هنعمله ده دلوقتي، عايزين بس نتكلم نقول يعني الاهتمام بالبشره يبتدي من عمر قد ايه؟ بصي هو يبقى احسن ازاي نوعها. اوكي بصي هو احسن ان احنا نبدا مثلا ان انت تبداي تعملي في بشرتك او تبداي بشرتك من سن ال 20، لان هو ده يعتبر السن المناسب ان انت تبداي تعملي حاجه ببشرتك. 20 بالظبط. 20 لان اقل كده 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 بشرتك لسه بتتكون. 20 سنه بالظبط بشرتك خلاص ان انت ممكن تقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه. لكن مش زي ما بيقولوا لو طفله صغيره عودي تستعمل اويل او الكريمات، المفروض الكلام ده ما يتحطش؟ لا، اصل بشره الطفله او البشره عامه لسه بتتكون، طبيعي انها لسه هتجدد اصلا بشره ولسه هتجدد خلايا، فطبيعي ان انت مش فما نرهقهاش بدري. لا لا لا، لا. هو من سن ال 20 بالظبط انت بتبداي ان انت تعملي اي حاجه ببشرتك انت عايزاها. تمام. نبتدي بايه يعني ونعرف نوعها ازاي؟ بشره جافه، بشره دهنيه، بشره عاديه؟ بص نعرفها ازاي؟ بيبان في البشره الدهنيه ان انت مثلا بتحسي ان في دهون او بشره او بشرتك بتلمع، دي البشره الدهنيه. حتى انت ما بتحطي فاونديشن او بيس على وشك بتحسي ان وشتك بتلمع جدا. تمام. او بتفرز دهون، دي البشره الدهنيه. البشره الجافه بتلاقيها ناشفه عامه، ما بتلاقيهاش بتسيح مع الميك اب، بتلاقيها الميك اب معاكي ثابت 24 ساعه. لكن البشره الدهنيه طبيعي ان انت ما بتحطي الميك اب بتحس ان انت بشرتك بتفرز دهون او بتلمع، دي البشره الدهنيه بتعرفيها بحيث ان انت وانت بتحطي الميك اب وانت بتحطي الماسك كمان بتبان اذا كان بشرتك جافه او دهنيه. تمام. بسمه واحنا يمكن خلاص مش اقتربنا من فصل الشتاء، احنا بقينا اوريدي في فصل الشتاء، البشره تحديدا بنجد فيها تشققات، نجد فيها جفاف، بنجد فيها استقبالها لسيزون جديد، بتكون فيها تغييرات بسيطه واضحه عليها، يعني حتى المود نفسه مع استقبال فصل جديد، نحاول نهيئ نفسنا استقبال السيزون او الفصل ده ازاي؟ بصي في ماسكات عامه انا هقول لك هنقول عليها دلوقتي. نبتدي نتكلم لو تحب. الماسكه اللي معايا دلوقتي عباره عن نشا. تمام. وعسل ابيض وزبادي. نشا وعسل ابيض وزبادي. الحاجات دي مفيده جدا للبشره، بتدي نضاره للبشره. لو في مثلا ارهاق تحت عينك بيزول خالص، ده لو انت عملتيه مثلا الصبح حتى قبل ما تنزلي شغلك او تنزلي الكليه بتاعتك، سهل جدا ومفيد للبشره، بيشيل اي اجهاد وبيفتح بشرتك. تمام. ده بنقلبه مع بعض النشا والعسل الابيض والزبادي. والزبادي. ويستحسن لو انا مثلا في الاخر في كبسولات فيتامين سي للبشره، ان انت ممكن تفضي كبسول او كبسولتين على الماسك ده. ده بنجيبه من اي صيدليه؟ من اي صيدليه. الكبسولات دي موجوده. بتعجنيها مع الخلطه وبتحطيها على البشره 10 دقائق وبتشيليها. هنبتدي نعمل ماسك يا بسمه ولا احنا هنقول مكوناته بس؟ هي مكوناته معلقتين نشا. تمام. معلقتين عسل ابيض ومعلقتين زبادي، تخلطيهم مع بعض وفي الاخر ممكن تحطي الفيتامين سي. تمام. هنبتدي نعمل ولا نهى مش هتحب؟ نهى ممكن بقى تلم شعرها متهيألي. وده هيترك لمده 10 دقائق. 10 دقائق. وبعد كده بيتم غسله. بعد كده بنحط ايه بقى على البشره تاني يا بسمه؟ ممكن في ماسكات تانيه برضو للبشره. زي ايه بقى؟ زي ماسك الخميره. تعملي لها خميره تاني بعد ده؟ لا لا لا، هو ده نعمل لها كله بقى النهارده معاك. ماسك الخميره حلو جدا للتجاعيد بتاعه البشره. الخميره؟ الخميره، ماسك الخميره، بس هو مش لوحده. في خميره فوريه اللي هي اللي في الاكياس دي ممكن يتم استخدامها. ونحط عليها ايه بقى؟ الخميره، وتحطي عليها نقطتين ليمون. وبتحطي عليها كوبايه زبادي. كوبايه زبادي وخميره ونقطتين ليمون لكل مشاهدينا. دي حلوه جدا لتجاعيد البشره. اها. ولتفتيح البشره برضو وللعنايه، يعني انت بتتكلمي على النضاره بشكل عام. وبرضو الهالات السمراء.
اها بقى كويس جدا. وتتساب لمده قد ايه برضو؟ 10 دقائق. هي بصي لا الخميره غير النشا او عامه اي ماسك تاني اللي دي بتنشف على بشرتك، هي ما بتنشف انت بتفركيها. بتفركيها من على بشرتك. بس لما تيجي تحطي ماسك عامه بتاخديه. نقول تاني مكونات الخميره. الخميره بيضاف ليها عصير الليمون، عصير الليمون وكوبايه زبادي. كوبايه زبادي وتترك على البشره 10 دقائق بعد كده تفرك بعدي. وبالنسبه للنشا مع العسل الابيض، معلقتين نشا ومعلقتين عسل ابيض ومعلقتين زبادي. تمام. طيب دي الماسكات اللي بتبقى خاصه بنضاره البشره، وكمان مهمه جدا لعلاج تجاعيد البشره اللي ممكن نبتديها من سن العشرين عشان تتاخر الكلام ده، لان هي بشرتك عامه بتتجدد في الاول، فانت ما ينفعش ان انت تبداي ان انت تغيري حاجه ببشرتك لان انت بشرتك اوريدي اصلا بتتغير. لكن ما ينفعش تبتدي مثلا بعد ال 30 العنايه. بصي هو بتبقى كويسه، بس يستحسن ان انت بدري عشان بدري كل ده تقاومي مثلا التجاعيد، الخطوط الحمراء، في الخطوط الحمراء اللي بتظهر تحت العين دي برضو دي كويسه. في ناس كمان يا بسمه تقول انا هبتدي بس لما احس ان انا باين عليا حاجه. لا لا لا، انت بالعكس، انت المفروض ان انت بتعتني ببشرتك قبل ما يظهر فيها حاجه. ان انت تمام هتبداي ان انت تعتني ببشرتك بعد ما يظهر فيها، لا انت المفروض ان انت قبل ما يظهر فيها حاجه ان انت تعتني بيها. احنا هنسيب بسمه كده كتير. انت هتاخد البرنامج كله لما لا هو هيفضل شويه بس على بشرتها 10 دقائق وبعد كده تغسل وشها ونحط لها بقى الخميره. المفروض خميره زي ما قلت. في ماسكات تانية بسمه؟ في بقى الماسكات للهالات اللي تحت العين، بس دي الماسك بس لتحت العين مش للبشره كلها. عباره عن ايه مكوناتها؟ عباره عن ورقتين الهالات ولا في ساعات انتفاخات؟ بصي لا هو ده للانتفاخات والهالات السمراء بس تحت العين بس مش للبشره كلها. ده ورق نعناع ومقدار ميه على حسب النعناع اللي انت هتعجنيه. النعناع اللي هو النعناع الاخضر. النعناع الاخضر بتحطه اخضر ولا لما ينشف شويه؟ لا النعناع اخضر عادي أخضر. وبعد كده بالميه بتحاول ان انت تحولي النعناع والميه لعجينه، عجينه خفيفه تفركيهم مع بعض وتحوليها لعجينه. وطبعا بحسب الكميه ما نزودش بقى. انت تمام، انت هتحطي ورق النعناع على حسب الميه وبعد كده هتحطيها حوالين عينيها. عينيكي بس المنطقه اللي هي فيها الانتفاخات مثلا او الهالات السمراء بس، وبعد كده بتغسليها بالميه. دي خاصه بالهالات السوداء نعناع ومعاها نعناع ومقدار ميه على حسب النعناع اللي انت هتحطيه. دي الماسكات الخاصه. عندك ماسكات تانية بس عايزين ناخد كل الماسكات اللي عندك النهارده. في ماسكات تانية برضو طبيعيه برضو، في الخيار. في الخيار حلو قوي برضو نضاره البشره زي ما قالت الشيف الهام. الخيار والزبادي واللبن برضو مع بعض بيبقى حلو قوي للبشره. في ماسك برضو في ماسك اللبن مع الزبادي بس. طب احنا برنامجنا اصلا يا بسمه بيبقى لكل عروسين، يعني العروسه المفروض انها قبل فرحها حابه تجهز نفسها لعمل ماسكات والعنايه ببشرتها، تهتم قبل فرحها بقد ايه يعني؟ مثلا على حسب البشره، في بشره ممكن انت لازم تبداي معاها مثلا من شهر. ما هي بتبقى مجهده اوريدي لانها بتجهز شقتها. هو المشكله ان هم مثلا بيستنوا وبتيجي تعتني ببشرتها قبل الفرح بيومين. لا انت مش حابه كده. لا المفروض ان هي مثلا تدي نفسها شهر مثلا قبل الفرح بتاعها ان هي تعتني ببشرتها، ان هي ما تجهدش نفسها، ان هي تنام كويس، ان هي تاكل حاجات صحيه كويسه، وان هي برضو تغذي بشرتها بحاجات كويسه. بس قبليها مثلا بشهر مش قبليها بيومين، لان هي طبيعي ان هي هتلاقي وشها منتفخ، فيها هالات سمراء، هتحس ان بشرتها دبلانه، هتحس ان عينيها دبلانه. طيب فيستحسن ان هي قبليها بفتره. بسمه ازاي بنشيل الماسك ده؟ بس الميه فتره عادي بتغسله بميه عاديه، ميه عاديه، وبترجع بشرتها انت حاسه تحس ان في بشرتك تغيير تام، لان هو اصلا على الاقل فيها نضاره، فيها بمعنى اصح رايقه يعني. ايوه هي بتغذي اصلا الوصفه دي بتغذي وشها وبتحسي بنضاره في وشها. طيب قبل ما نشيل لها الماسك بتاعها ونبتدي دلوقتي بسمه نخرج فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نكمل مع بسمه ابراهيم خبيره التجميل ومع نهى عصام بعد الفصل. موجودين معايا في استوديو خبيره التجميل بسمه ابراهيم، وكمان برحب بنهى. نهى يمكن دلوقتي شالت بشرتها مهيئه لاستقبال الميك اب، صح كده؟ تمام. هي بشرتها دلوقتي خلاص كده مهيئه كده، الماسك ده احسن قبل الميك اب، بيدي نضاره البشرة وبتحس ان هي بشرتها منتعشه ان هي تستقبل اي ميك اب. دلوقتي هنبدا ان نعمل لها الميك اب السواريه بتاعها. بصي الميك اب اللي احنا هنبداه ده عامه هبدا بالخفيف، لان في بنات بتحب الميك اب الخفيف، وبعد كده هبدا ان انا ازود في الميك اب شويه على حسب. تمام. نبتدي بعد الماسك مباشره ما بنحطش اي حاجه يا بسمه؟ لا ما بنحطش حاجه، لان انا طبيعي هو اصلا الماسك اللي انا حطيته لنضاره البشره وتنظيف البشره، فهي مش هتحتاج حاجه بعديه. تمام.
هبدأ ان انا احط البيز على وشها. تمام، حسب طبعا لون بشرتها. لون بشرتها انا هدي حاجة. لو تحبي بس ما تاخدي حاجتك الباك بتاعتك او الشنطة بتاعتك جنبك. اوكي اتفضلي. تمام، حتى كده تستريحي اكتر. هنبتدي نحط الفاونديشن. حط لها الفاونديشن حسب درجة بشرتها طبعا. هي بصي، هي مثلا احط لها افتح من بشرتها درجة. ما تحطيش ان هي ازيد. هبدأ ان انا هبدأ ان انا احط تحت عينيها الاول عشان اداري اي هالات سمراء. بوصحها. هبدأ ان انا اوزعها بس بطريقة الطبطبة دي احسن. تمام، عشان ما تجيرش في بشرتها. انتي حابة الطريقة دي لتوزيع الفاونديشن؟ اه، بتبقى احسن، بتبقى كويسة ومش بتجير البشرة وبتدي شكل حلو للبشرة. تمام، انا ببتدي اوزعه دلوقتي. تمام، هي بصي كمان ان احنا كنا حاطين الماسك الفونديشن بيساعدك اكتر. يا بس ماشي كويس قوي، بيساعدني بشرتها. يعني كل ما البشره نشفة بتكون نادره لاستقبال الميك اب، ده بيكون افضل لك، ما انك انت بتعملي على بشره جافه. ايوه، بشرتها بصي مش جافه ومش مجهده، العكس، مساعداني كويس قوي. تمام، كمان احنا يعني هي ممكن تكون لابسه الدريس بتاعها سامبل قوي اللون اللي هو السيمون. احنا نبدا نحط لها، هحط لها على حسب الدريس اللي هي لابساه. ده بنبتدي نوزعه في كل بشرتها. في كل بشرتها، لان انا هبدا اغمق تاني بس في اماكن معينه. يعني احنا شايفين الدرجة الفاتحة دي، ده مش هيبقى الطبيعي بتاعها. لا طبعا، انا هبدأ احنا هنوصلها انها تبقى ناتورال قوي، نفس الدرجة القريبة من بشرتها الطبيعية. بس انا ببدأ ان انا اخفي اي حاجة كمان في بشرتها. افتحيني كده. تمام، انا وزعت الفونديشن كده. وزعنا الفونديشن. بصي، حتى انتي بصي هتحسي ان بشرتها صافية حقيقي فعلا، مش ما فيهاش تجيير او مش مجيره. واستقبلت الفاونديشن فاونديشن شكل كمان وشها ما شاء الله هو هادي جدا في استقبال كمان الميك اب. حاسه ان البشره نقيه وصافيه وحابه الميك اب عامه. في بشره ما بتقبلش الميك اب لان هي بتبقى ناشفه. كده انا حطيت لها الفونديشن الاولاني اللي هو الدرجه الفاتحه من بشرتها. تمام، درجه. هبدا ان انا اغمق لها، اغمق من الدرجه اللي انا حطيتها لها. مثلا هيبقى هنا مثلا في الخدود. هتغمقي في كل البشره بسمه ولا في يعني أجزاء؟ لا لا لا، في اجزاء. يعني مثلا في الخدود هنا ده كونتور. ده مثلا لو هي حابه ان هي تبين الجزء ده مسحوب شويه. في بنات بتحب الجزء الطبيعي ده. الطبيعي ان هو يعني لما بيبان بيبقى شكله افضل. يا بسمه، لما بيبان ايه؟ الكونتور ويتحط يتحدد الخدود بيدي اصلا بيدي شكل حلو جدا. وبوزع من جناب وشها من هنا الغامق برضو. في الجبهه وفي الكونتور ده بيتوزع في اجزاء معينه زي الخدود مثلا، الخدود والانف. لو انت مثلا حابه ان انت مثلا ان انا أصغر حجم الأنف، دي مهمة جدا من الجناب. وفعلا بيدي النتيجة دي. بس ما بتحس ان حجم الأنف اختلف، بتبقى حلوة جدا في الميك اب. الكونتور عامة حلو قوي في البشرة. هبدأ ان انا اسحب لها زي ما جزء تاني. ده بيكون درجة اغمق من الدرجة اللي انا حطيتها لها في الاول. تمام، هبدأ ان انا من هنا. بس ما بنبتدي بقى بنحط الميك اب بتاعنا الطبيعي. هبدا ان انا بقى اوزع لها الاي شادو.
هنوزع كده الاي شادو فوق العين. المفروض هتحطي درجات خاصه بيه او بتتناسب مع الدرس بتاعها. الدرس اللي هي لابساه هي لابسه ممكن يكون متطعم بالسيلفر ومع ال بس انا هبدا ان انا مش هدخلها سيلفر. صحيح براحتك طبعا ده شغلك، بس انت تختاري الوان تتناسق مع الفستان بتاعها. ماشيه مع الفستان يعني مثلا انا هحط بحب احط مثلا درجه من الاوف وايت بس فاتحه شويه تميل الذهبي. بتحسي انها بتنور الوش مثلا، بتنور عينيها كمان من قدام كده. هبدا ان انا حاطط لها اللون الذهبي ده اللون هو ميل الاوف وايت. احنا مش بنحط كحل بقى ولا بصي هو مش كحل جوه العين. بس قصدي جوه العين ولا بره؟ جوه العين او اي لاينر او لا الديب لاينر بحطه لها من بره. من بره من بره بس هبدا ان انا احط. مش بتفضلي كحل جوه العين؟ لا هو مش موضه السنه دي. لا هو موضه بس مش اي عين بتقبله. يعني في عين يعني عين نوعها هتقبل الكحل. طب بس ما في درجات موضه السنه دي يعني في الكافيهات حلوه جدا. يمكن احنا في بدايه سيزون جديد ويمكن احنا كمان ايام بسيطه ويكون في بدايه عام ميلادي جديد ان شاء الله يكون علينا خير على مصر جميعا. فممكن نكون حابين نظهر بالوان للسيزون الجديد او لليوم الجميل ده. هو يستحسن الكافيهات، في الازرق حلو قوي برضو. مستحسن تكون الالوان اللي مايله للكافيهات. الكافيهات الازرق السموكن برضو حلو قوي. بس برضو السموك ما حدش قوي بيه، مش اي حد بيحبه. نرجع نقول يا بسمه لو اللبس بيحكمنا في ان احنا نختار الالوان اللي متتناسق معاه تمام، ولا الميك اب دايما الكافيهات بيكون بيليق على كل حاجه. بيليق مع اي حد وبيليق على اي لبس عامه انت بتلبسيه. لكن دايما السيزون الشتوي بيحب عارفه الحاجات الداكنه اللي هو النبيتي الحاجات دي، ولا هو مش لا مش شرط انت ممكن تستعملي الازرق حلو جدا برضو. في ناس بتحب الاحمر الاحمر بس مش الاحمر الصارخ برضو. ده بيبقى حلو جدا معاكي. تمام هبدا ان انا احط لها الليب لاينر في عينيها. ده عشان طبعا يحدد شكل العين افضل نفسها. او يحدد الاي شادو الاي شادو. حاسه ان الميك اب بسيط قوي يعني. ما هو بصي في ناس مش بتحب الميك اب الاوفر قوي. انت يمكن بداتي قلتي ان هبدا بحاجه سيمبل يعني صوريه ولكن من نوع اخر بشكل بسيط قوي. هبدا ان انا احط لها تيب لاينر. لكن ما بتفضليش بسمه قبل وضع الميك اب واستقبالها وتهيئه بشرتها ان هي تحط ميه ورد او ثلج مثلا، بتفضلي الكلام ده ولا لو بس في الحر بس؟ لا بيبقى كويس حلو جدا. بس لو هي ما حطتش ماسكات تحط لها لو في الشتاء ولو في الصيف؟ عادي. لا عادي بالعكس. وعلى فكره هو في العادي ان انت لو حطيتي غسلت وشك ميه ورد حلو جدا. ولو انت حطيتي ثلج في الشتاء؟ لا ما اصل انت كده بشرتك في الشتاء جافه فالتلج مش التلج محتاجينه اكتر في الصيف. في الصيف مش في الشتاء. هي ميه الورد حلوه جدا. ميه الورد مهمه. كده احنا بنحط الديب لاينر وكنا حاطين الاي شادو. لسه باقي لنا كتير. لا هو بس بسرعه هنظبط الحواجب صح كده. الحواجب بس ولا تمام. الحواجب ليها موضه السنه دي في في اللي هي تشاينا اللي هي المرفوعه. دي حلوه برضو. دي عامه كل البنات حباها او عاملاها بس احنا حابين الشكل اللي بيليق على البشره او على الفيس نفسه. يعني الحواجب حسب الوش نفسه. الوش نفسه لو كان طويل او مربع صح كده ولا لا؟ على فكره الحواجب مش شرط لا هي على حسب ما هي لايقه على وشك انت. اهم حاجه الحاجه اللي تليق عليا عليك انت، لان انت ممكن تعملي حاجه مش لايقه على وشك. تمام بس انا كده وزعتها كده. الحواجب هبدا ان انا احط لها الحواجب. بتحبي بقى حواجب تكون تقيله شويه ولا الخفيفه موضه ولا لا؟ هتبقى خفيفه احسن يعني، بحيث انها ما تبقاش اوفر. هي يعني احنا بنشوف دلوقتي الفاشون ان الحواجب معموله زي تاتو او حاجه تقيله. لا هو في مش بتحبي ده مش بتحبي هي بس لا ما بتبقاش حلوه قوي. انت حواجبك يعني كل ما بقت خفيفه مش عريضه قوي تبقى احسن.
وبتبقى احسن للبنات عامه يعني. تمام. بتعمليها بالاي شادو المفروض ولا ده الاي شادو الباودر؟ اي شادو الباودر. باودر بيبقى بتفضلي احسن. بيبقى افضل لان هو بيبين الحواجب طبيعيه. اه ناتشرال قوي. اه مش بيبينها ان انت لكن القلم التاتو والكلام ده بتحسي بيبقى اوفر قوي، بيبقى باين جدا. بتفضلي بقى لون البراون الغامق ولا الفاتح ولا البلاك؟ لا ولا متوسط يعني. بصي هي الدرجه دي حتى متوسطه، ولا فاتحه قوي ولا غامقه قوي. تمام. لسه هبدا احط لها بس الكحل بتاع عينيك، كحل الاسمر خفيف جوه عينيها. اه عشان تحددي شكل العين. ولو الوان فواتح اوكي عادي، بس على حسب برضو التوبازات البترولي الكلام ده. وفي الابيض برضو حلو جدا. أوه. الكحل الابيض بيبقى حلو. والسيلفر موضه قوي صح كده. اه حنان بتقول لي يلا يا بسمه. ماشي خلاص. هبدا انا احط لها روج نفس الدرجه. بس ما هنحط درجة روج بقى سيمون ولا مش ما ينفعش عشان هي لابسة السيمون؟ لا بالعكس عادي ان انت تحط لها السيمون الهادي، لان السيمون كمان الوش بيقبله قوي وبيليق على كل بيليق على اي بشرة. هو كمان بينور البشرة قوي. اه شفتك بتحددي، حددتي الشفايف تقريبا الاول بالفرشة نفسها بتاعت الروج. بس هو عامة مش اي حد بيعرف يحدد الروج مثلا من غير تحديد. اها بس انت طيب. اساسا ما يبقاش فيه تحديد اصلا. تمام. هو مش مستحب قوي، بيبقى شكله مش لطيف قوي. هنحط بلاشر لدرجات الفاشن قوي. لونها ايه بقى يا بسمه؟ هيبقى برضو السيمون. نلحق بسرعه. اه السيمون او البطيخي. البطيخي ما هو نفس الدرجه. افتكر البطيخي هو السيمون. اه لا بس في درجات. درجات كده. طبعا ده بيتم اختياره علشان اللبس او حسب اللبس حسب اللي هي لابساه وعلى حسب الاي شادو اللي هي حاطاه. كده خلصنا يا بسمه. عايزين نشوف الشكل الجديد لنهى. نهى دايما بتبدو متالقه معانا من خلال وجودها معانا في حلقاتنا. بسمه يمكن قدمت لنا شكل بسيط وسامبل قوي للميك اب السواري، وحسستي ان اي مشاهده بتتابعنا تقدر تعمله وتنزل سريعا جدا وما تكبرش الموضوع. لا 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 هو سريع وسهل جدا. اتفضلي يا بسمه، اتفضلي جنب نهى. فعلا الشكل رائع وسامبل وبسيط. ومشاهدينا اعتقد ان اي حد عنده حفله خطوبه او زواج سهل قوي ان يعمل الميك اب البسيط ده، او معزوم رايح المكان ده. لكن طبعا مش هيكون ده في خطوبتها او في زواجها. يمكن ده الشكل اللطيف اللي ظهرت بيه نهى معانا النهارده. بنشكر خبيره التجميل بسمه ابراهيم، شرفتينا ونورتينا، وايضا المودلز نهى. شكرا ليكي مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده. يا رب نكون وفقنا في تقديمها النهارده. ويمكن قدمنا لكم مع الشيف الهام اطباق رئيسيه ومتنوعه، يا رب تكون عجبتكم. وكمان قدمنا مع خبيره التجميل اكثر من ماسك لعنايه بالبشره. انتظرونا كل يوم خميس. شكرا لكم والى اللقاء. شغلت والله البال البال وحالي ما بتصارف حال. قلبي في هواك احتار احتار منه حب ومل. شغلت والله البال البال وحالي ما بتصارف حال. شغلت والله